أخبار اليوم. يبقى حسن مصطفى ضمن الخالدين من زمن الفن الجميل في المسرح، سواء نظر المشاغبين أو الأب في العيال كبرت أو الصحفي في أصل الصورة أو بأفلامه السينمائية اللي اشترك معايا في بعض الأفلام أو في التلفزيون في المسلسلات الكوميدية أو في الأدوار المتباينة المختلفة. كإنسان كإنسان كبير، وبالنسبة لي كان رحلة عمر طويلة